تنظيم داعش الإرهابي يبحث عن أرضية جديدة لإعادة تنظيم صفوفه بعد الهزائم التي لحقت به في العراق وسوريا. القرن الإفريقي يبدو ملاذه الجديد، وذلك بسبب الهشاشة السياسية التي تعاني منها بعض دول القرن، فضلا عن حالات الفوضى التي يسعى التنظيم عادة إلى التغلغل من خلالها. ينضم إلينا من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية علي بكر للإضاءة على هذا الموضوع. أهلا بك أستاذ علي عبر سكاي نيوز عربية. يعني هل دول القرن الإفريقي اليوم يعني في مقدمتها دول الساحل هي هذه الأرض الخصبة والملاذ الآمن الذي يقتنصه مقاتلو داعش وهي أرضهم الجديدة؟ يعني دعنا نؤكد بداية على أن أجزاء كبيرة من القارة الإفريقية أصبحت الآن مستهدفة من قبل تنظيم داعش كوجهة جديدة أو كوجهة مقبلة بعد الهزائم التي تعرض لها وحالة الانحسار الشديد التي تعرض لها في العراق وسوريا، منطقة الساحل والصحراء ثم منطقة القرن الإفريقي، كلها أصبحت مناطق بدأ يتوجه إليها تنظيم داعش من جديد، لا سيما وأن هذه المناطق يعني تتسم ببعض السمات التي يمكن أن يستغلوها التنظيم في التسلل إليها، منها مسألة الأوضاع التي تفضلت، الأوضاع الأمنية الهشة التي تفضلتم بذكرها، نضف إلى ذلك الهشاشة الحدودية حيث يمكن التسلل عبر حدود بعض هذه الدول وخاصة الصومال، كما أن وجود العديد من المجموعات الإرهابية خاصة في الصومال ربما يساعد تنظيم داعش بشكل كبير على التمركز في هذه المنطقة، لا سيما وأنه له مجموعة متواجدة هناك، وإن كان تنظيم داعش لم مجموعة عبد القادر عبد المؤمن لم يقبل بيعتها بشكل علني، ألا إنها تمثل أحد أزرع تنظيم داعش التي تسعى إلى التمدد، وربما تكمن مخاطرها فأنها بدأت تتمدد إلى بعض المناطق الساحلية، تلجأ إلى المناطق النائية، تحاول أن تستقطب أعداد جديدة من المقاتلين، وذلك لهدفين: الهدف الأول بناء معاقل آمنة لها وقواعد تتمركز فيها، الأمر الآخر أنها تكون بمنأى أيضا عن ضربات. طيب هذا الخط الإرهابي الجديد الذي سيكون الصومال بوابته الجديدة أيضا، يعني أين يمكن أن تبدأ تهديداته وهو يرى في هذه المناطق يعني بيئة اجتماعية خاصبة تحديدا لجذب واستقطاب الشباب؟ يعني تنظيم داعش أو زراع داعش في الصومال له خصوصية شديدة، فهو ليس بالقوة الكبيرة التي تتمتع بها على سبيل المثال جماعة بوكو حرام التي تطلق على نفسها ولاية غرب إفريقيا حيث تمتلك أعداد كبيرة من المقاتلين، ولا مجموعة أبو الوليد الصحراوي في منطقة الساحل والصحراء التي تتمتع أيضا بحجم جيد من الانتشار عبر عدة مناطق. تنظيم داعش سيركز في بداية الأمر في تقدير الشخصي خلال هذه المرحلة على تقوية بنيانه التنظيمي، استقطاب العديد من الشباب لا سيما من داخل حركة شباب المجاهدين الذي تمكن من استقطاب مئات من عناصرها خلال السنوات الأخيرة، كونهم يتمتعون بقدر كبير من التطرف، لديهم خبرة تنظيمية عالية، لديهم مهارة قتالية، ثم سينتقل إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة التنفيذ العمليات بقوة، وهنا أنا في تقدير الشخصي سوف يضع أولويات في الاستهداف، ستكون استهدافه سوف يستهدف الحكومة الصومالية، سوف تكون أيضا إذا تمكن من استهداف المصالح الدولية المتواجدة في هذه المنطقة لن يتوانى، الأخطر من ذلك أنه إذا تمكن التمدد قرب الساحل أنه ربما يستهدف التجارة الدولية المتواجدة في البحر الأحمر، وإن كان هذا الأمر في تقدير الشخصي سيتركه إلى مرحلة لاحقة، وبالتالي هو يسعى الآن إلى بناء معقل آمن جديد يستقبل من خلاله حتى المقاتلين العائدين من العراق وسوريا أو الراغبين في الانخراط في صفوف داعش ولا يستطيعون الذهاب إلى العراق وسوريا نظرا للحصار المفروض هناك، سوف يتوجهون إلى داعش في الصومال، وبالتالي طيب نحن المخاوف داعشية نعم المخاوف من تضاعف ربما يعني سطوة هذا التنظيم تحديدا في المناطق التي تعاني أزمات اجتماعية وإنسانية وكما أشرت في الصومال، هو أيضا يعني سيستفيد أيضا من ثروات عدد من المناطق إن كان في جنوب أفريقيا أو حتى في مناطق النزاعات يعني ضمن القرن الإفريقي. بالتأكيد كل التنظيمات الإرهابية يعني تحاول الاستفادة القصوى
من ثروات المنطقة، سواء عبر التجارة غير الشرعية كعمليات التهريب، بيع المخدرات، بيع الأسلحة، حتى تجارة البشر. يضاف إلى ذلك فرض الضرائب والمكوس على التجار وتنقل البضائع، أيضا محاولة العمل في مجال التجارة كبيع الأخشاب والفحم وغيرها. وبالتالي هو لديه فرصة كما تفضلتم بأن يكون موارد مالية، لا سيما وأن كل التنظيمات الإرهابية ربما تعد قاطبة تسعى إلى تنوع مصادرها التمويلية حتى تمكنها من الإنفاق على مقاتليها بشكل جيد، ومن ثم القدرة على شن هجمات إرهابية نوعية. وهنا أيضا الأمر ربما ربما أن الصومال يوجد بها نقطة خطرة ربما لا يلتفت إليها الكثيرين، أن في كل المناطق التي يتواجد فيها تنظيم داعش وإلى جواره أحد أفرع القاعدة كحركة شباب المجاهدين، ينشأ بينهم ما يسمى بالتنافس الجهادي مجازا، وهو التنافس الإرهابي، من حيث أن أحد معايير القوة والثبات والقدرة على جذب أعداد من المتطرفين تكمن في قدرة التنظيم أو المجموعة الإرهابية على شن هجمات إرهابية تقليدية. ففي الاعتقاد المتطرف أن هذه العمليات التي يسمونها بالجهادية هي تعد أحد أهم عوامل الجذب، وبالتالي إذا ما تمكن التنظيم من بناء معقل آمن، الحصول على موارد اقتصادية، وهو يسعى إلى ذلك مؤكدا خلال هذه المرحلة، سيتنافس مع حركة شباب المجاهدين في شن عمليات إرهابية يتبهى بها كل منهما، وهو ما سيؤدي إلى هشاشة الوضع الأمني في الصومال. للأسف إرهاق حكومة الرئيس فيرماجو الذي يسعى مؤخرا إلى إعادة الاستقرار إلى الصومال الذي يعاني من الصراعات ويعاني من الانقسامات، فضلا عن وجود التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وبالتالي نمو تنظيم داعش في الصومال بشكل خاص يعني طيب. أننا ألا يستدعي ذلك أيضا تفعيل دور التحالف يعني الدولي؟ كانت الطائرات الأمريكية تستهدف معاقل داعش في عدد من أقاليم الصومال يعني العام الماضي، يعني ألا يستدعي ذلك أيضا خطة دولية سريعة وطارئة لمواجهة يعني هذا الانتشار وهذا التفشي، خاصة يعني أن عدد كبير من الصوماليين يشعرون بخطر تنامي التنظيم باعتباره أيضا أحد إفرازات تنظيم الشباب الدموي؟ في اعتقادي الشخصي أن الصومال بشكل خاص يحتاج إلى نموذج كنموذج قوة الساحل التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل دول الساحل الخمسة التي تساندها فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مساهمة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء والتي أصبحت تتغول يوما بعد يوم. وبالتالي نحن في حاجة إلى أن تتكاتف الدول القوى الدولية والإقليمية إلى إنشاء مثل هذا النموذج في منطقة في الصومال بشكل خاص وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام. وأنا في تقدير ربما أن النواة ربما تكمن بداية بتقوية الجيش الصومالي وتمويله بشكل جيد وتقديم المساعدات اللازمة له حتى يمثل بداية الانطلاق إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية. لكن إذا وبالتالي إذا تم يعني تقديم مساعدات جيدة لحكومة الرئيس فيرماجو وللجيش الصومالي وتم بعده التنسيق مع القوى الإقليمية لبناء مثل هذه القوى بشكل جيد على غرار قوة الساحل والصحراء، في تقديري سوف يكون لها تأثير جيد في محاصرة نشاط التنظيمات الإرهابية بشكل عام في الصومال وليس داعش، لا سيما وأن حركة شباب المجاهدين لا تقل خطورة في تلك المرحلة عن التواجد الداعشي في الصومال، لا سيما وأنها يعني تعيش حالة من الشعور بالقوة في ظل عودة القاعدة والتصاعد نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، وهي تعد امتداد طبيعي له، وبالتالي تسعى إلى أن تسير على نفس نهج القاعدة في تلك المنطقة وتصاعد نفوذها. وبالتالي فإن تكاتف القوى الإقليمية سيحجم بداية خطر هذه التنظيمات، ومن ثم تبدأ مرحلة القضاء عليها. لكن هنا يجب لفت الانتباه إلى نقطة هامة، وهي أنه يجب ألا تقتصر المواجهة على المواجهة العسكرية فقط، يجب أن تكون هناك أيضا معها إضافة إلى حالة التنمية والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وغيرها، يجب أن تكون هناك مواجهة فكرية، يجب أن تتفاعل دور المؤسسات الدينية الرسمية في الصومال وفي دول القرن الإفريقي
الافريقي وخلق ما يمكن ان نطلق عليه الوقايه الفكريه او حاله من التطعيم الفكري حتى لا ينضم اعداد جديده الى داعش او الى حركه شباب المجاهدين، لا سيما واننا في هذه المرحله في امس الحاجه الى عدم انخراط اعضاء جدد في صفوف هذه التنظيمات، وهو مقدم على محاوله اخراج من اعتنق هذا الفكر التكفيري او الارهابي من هذا الفكر وخروجه والعوده الى الوسطيه، وبالتالي يجب ان تكون هناك استراتيجيه متكامله تسير جنبا الى جنب المواجهه العسكريه مع المواجهه الفكريه. الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية علي بكر، كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك.